النادي الأهلي. تشكيلة النادي الأهلي: حراسة المرمى رقم 31 مصطفى شوبير، رقم 5 رامي ربيعة، رقم 28 كريم فؤاد، رقم 32 أحمد سيد غريب، رقم 34 رأفت خليل، رقم 35 أحمد عبد القادر، رقم 40 محمد نصير، رقم 41 أحمد سيد عبد النبي، رقم 43 محمد فخري، رقم 44 محمد أشرف، ورقم 53 محمد شرقية. احتياطي الأهلي: علي لطفي، صلاح محسن، محمد محمود، لويس ميكيسوني، زياد طارق، محمد حمدي، ميدو نبيل، وعلي عمرو. المدير الفني مستر ريكاردو سواريش. والآن مع تشكيل النادي الأهلي: حراسة المرمى عبد العزيز البغوتي 1، علي فوزي 2، محمد حامد 6، هشام عادل 8، مصطفى شلبي 11، مؤمن راضي 12، خالد رضا 21، أحمد العجوز 22، جون إيبوكا 24، مصطفى دويدار 30، وزياد كمال رقم 36. احتياطي إندي: محمود جاد، أحمد يوسف، إبراهيم يحيى، محمد مرسي، إبراهيم القاضي، جرجس مجدي، عبد الرحمن عماد، مصطفى شكشك، ويوسف يبيل. المدير الفني مستر جورفان فيريرا. حكام مباراة اليوم: حكم الساحة كابتن طارق مجدي، ويقاومهم كل منهم كابتن هشام الحسين، ساحة